طيب دي إن شاء الله تمشي تقرأ عنها، و هذه إحدى أبيات معلقة الأعشى، تمام، التي يبتدوها بودع هريرة: إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. المهم المحاضرة الجاية نحل لكم الهوم ورك. طيب الحمد لله، نبدأ يا شباب. هنتكلم الليلة عن آخر حاجة في الإليمينيشن والإكسكريشن، اللي هو هنتكلم عن الستيدي ستيت. لما نقول ستيدي ستيت يعني شنو؟ يعني حالة بتاعت ثبات، تمام، ستيدي ستيت. طيب ستيدي ستيت ثبات بتاع شنو يعني؟ ستيدي ستيت دي احنا بنسميها، بيقول لك لما يكون الريت اوف ريت اوف دراج ادمنستريشن، يعني معدل اعطاء الدواء يعادل معدل اخراج الدواء، يساوي ريت اوف دراج اليمينيشن. انتوا ما حتكونوا فاهمين اي شيء، ذات از نورمال. و يهديكم الله ويصلح بالكم. والفكرة بتاعت ال steady state انه الدواء لما يصل لل steady state usually this mean that انه نحن وصلنا لمرحلة انه ال concentration بتاع الدواء في البلازما بقى ثابت، تمام. طب عشان نفهم الكلام ده نبدأ طوالي ب example. انا مثلا عندي دواء، زول جاهو التهاب، قمت اديته مضاد حيوي اموكسيسيلين مثلا يعني، تمام. انا داير الكونسنتريشن بتاع الاموكسيسيلين ده في البلد يساوي يكون من 100 الى 200، ما ينزل من كده ولا يزيد من كده، النص كده نقول 150. طيب انا داير اخلي الكونسنتريشن بتاع الاموكسيسيلين يكون 150 في الدم، irrespective of انه الدواء ده بيطلع يعني الكليه بتطلع وكده، لكن انت طبعا بتديه اورالي وبتقول للعيان ياخد كم حبه، صح، او اي بي او وات ايفر، يعني العيان بياخد كم جرعه عشان تصل لانت الحته دي. تعالوا ناخد الفيجر ده او نعاين للجراف ده. الجراف ده مهم شديد يا شباب. عندك هنا ده تايم، وهنا دراج كونسنتريشن. طيب بتقوم انت عشان تصل للسيدي ستيت لازم يكون عندك فكره عن الهاف لايف، الدواء ده بيقعد كم. قال لك والله الهاف لايف بتاعت الاموكسيسيلين دي مثلا 4 ساعات، 4 hours is the half life. هتقوم تعمل شنو؟ تقول للعيان ده يبلع الاموكسيسيلين ده كله 4 ساعات. تعالوا نشوف اللي هيحصل شنو. نبدأ من الساعة صفر اللي هي نقول حاليا الساعة 12 مثلا ظهرا، هنا 1:30 لكن نقول 12 يعني. بدأ بلع أول حبة، وصل الكونسنتريشن في الدم باعتبار انه ما في فيرست باس متاع يعني كده يعني نظريا، وصل طوالي ل 100 ملي جرام، تمام. طيب بلع الساعة 12، قلنا الهاف لايف بتاعت الدواء ده كم؟ 4 ساعات. بعد 4 ساعات اللي هي 4 hours تمت الهاف لايف، معناها الكونسنتريشن الدراج هيكون طلع نصه برا، معناها الكونسنتريشن بتاع الدراج في الدم بقى كم يا شباب؟ بقى 50 مللي جرام. يعني الساعة 4 عصرا الكونسنتريشن بتاع الدواء بقى كم؟ بقى 50 مللي جرام. هو طبعا هيقوم تاني الساعة 4 يجيب حبوبه ويبلع، هيقوم الساعة 4 عصرا يبلع، يوصل الكونسنتريشن من 50 ل 150 مللي جرام. دي الساعة كم؟ 4 عصر. طيب
تاني حيستنى للجرعة بعد الساعة 8 مساء، نشوف الهاف لايف. طبعا من 8 مساء قصدي او من 4 عصر لحد 8 مساء الدراج كان 150، حينزل نصه لحد 8 مساء، وحيبقى تركيزه في الدم كم يا شباب؟ 75. تمام، يعني كده دي الهاف لايف الثانية. بقى ال concentration of the drug is 75 في الدم. هيقوم 8 الساعة 8 ده هيقوم شنو؟ يبلع تاني حبة. طيب الحبة ثابت فيها 100 ملي جرام، يعني ما بدي عيان بقول لهم الساعة 12 ابلع 100، الساعة 4 ابلع 150، الساعة كده لا، انت بتبلع 100 بس. انت كده من 50 هنا بقينا 150، من 75 حنبقى 175. حاليا الكونسنتريشن بتاع الدواء في الدم كم؟ 175. الساعة 12 بالليل جات نص ال 175، نعتبر دي 8 12، كم نص ال 175؟ نقول رفلي كده 88، دي 12 بالليل. 4 او 12 بالليل، دقيقة، دي 12 ظهر، 4 عصر، 8، دي 12 بالليل. قام 12 بالليل بلع حبة، بقى تركيز الدواء في الدم 188. اوكي، هيقوم تاني الساعة 4 فجرا يبلع، هيلقى 4 فجرا انه الكونسنتريشن نزل النص، من 188 وصل كم؟ نص 188 كم يا شباب؟ نقول 94. طيب هيقوم الساعة 4 فجر يبلع حبته 100، يوصل الكونسنتريشن 194. الساعة 8 صباحا التركيز بقى نص ال 194 كم يا شباب؟ يعني تقريبا 97، نقول من 97 إلى 98 حاجة زي دي، نقول 97. فالتركيز بتاعه 8 صباحا حيكون 97، 8 صباحا بلع الحبة بتاعته، وصل التركيز في الدم ل 197. جات 12 ظهرا نص ال 197 كم؟ almost 99. بلع الحبة 12 ظهرا 199. 4 عصرا اليوم اللي بعده almost نقول 100، يعني التركيز وصل 100. قام هو بلع كم؟ بلع 100، وصله 200. ثاني بقى بيبلع باقي الايام كله 4 ساعات، لما نيجي يبلع بيلقاها من 100 نزلت، من 200 نزلت 100، وهو بقوم بيبلع تاني كم؟ بيبلع تاني 100، بيوصله 200. تعالوا نعاين لاخر حاجه هنا، دي اخر حاجه هنا. الزول ده بقى الكونسنتريشن في الدم قبل ما يبلع الحبه بيكون 100، بعد ما يبلع بيوصله 200، لما يجي الجرعة اللي بعدها بلقاه رجع 100. طيب عينه الزول ده بيبلع كم؟ بيبلع 100 ملي جرام. طيب جسمه بطلع كم؟ لو جيت عينت للحالة الأولى هنا في أول حاجة، في أول هاف لايف جسمه طلع 50، في البعدة طلع 75، في المعارف هنا في الحتة دي الجسم من 200 رجعك 100، معناه طلع 100. تمام، جسمك طلع 100، فعشان كده انت من 200 رجعت 100، تاني بلعت وصلتها 200، وهكذا 200 يرجعك 100، تبلع توصلها 200، ثاني ترجع 100، تبلع توصلها 200، ثاني ترجع 100، فانت بتكون بين 100 و200. معناه انت في حاله زي دي انت قاعد بتبلع 100 ملي جرام وجسمك بيطلع 100 ملي جرام. This is the steady state. انا فاهم شنو الموضوع ده، يعني كده خلاص مبسوطين نحن. انا لما الدواء يصل مرحله الستيدي ستيت دي، معناه الدواء الكونسنتريشن بتاعه في البلازما ديس ذا افريج، ده الكونسنتريشن اللي انت دايره. تمام، معناها الافريج بتاع الدراج كونسنتريشن ده لا بينزل من 100 لا بيطلع من 200، نقول الافريج 150. وانت على حسب الكونسنتريشن اللي انت دايره في الدم بتدي الجرعه وكده. عشان كده دايما احنا بنشوف انه الدواء لما يصل للستيدي ستيت بيكون في الماكسيمم افكت بتاعه،
تمام، لانه ده الكونسنتريشن اللي احنا دايرينه في الدم. فالسيد ستيت هي الحاله اللي بيكون فيها الدراج ادمنستريشن، انت بتبلع مياه وبتطلع مياه، يساوي الدراج اليمينيشن. والغرض منها انه انا بفهم لما انا اصل الستيدي ستيت يكون شنو، يكون يعني خلاص اولموست الدواء معناه وصل الليفل بتاعه. دائما انت بتصل ل 100% اوف ذا ستيدي ستيت، بتصلها تماما بعد 7 هاف لايف، يعني بعد 7 جرعات، دي بيسالوا منها احيانا، بتصل ل 95% منها يعني الحته دي بعد 4 تو 5 هاف لايف، يعني من 4 الى 5 جرعات بتصل خلاص لتقرب تصل نهايتها. 7 جرعات دي 100% في الستيدي ستيت، بتكون مواصل فيها لحد ما الدواء يجيف. يعني فاهمين حاجة يا شباب؟ الناس جو متأخر حيكونوا طيب انا في حاله زي دي اديت العيان، قلت له امشي ابلع عليه 100 ملي جرام كل 4 ساعات، every 4 hours، اي دواء حيبقى في ستيدي ستيت، يعني لما انت تاخده في از مينتنس بيصل للستيدي ستيت اني دراج. يلا داير اوريكم حاجه حسي برضو ان امبورتنت هنت، العيان القبيل احنا بنديه 100 ملي جرام كل 4 ساعات، تمام، وبياخد 100 ملي جرام كل 4 ساعات. دي لو قالوا لك يا اخي اختار لي اسيما، هل اسيما لودينج دوز ولا مينتيننس دوز؟ دائما الجرعه اللي انت بتكون ثابته تماما دي مينتيننس دوز، تمام. طيب يلا جايين للسيناريو المهم حسي والكلينيكال ابلكيشن. جاني عيان، يعني انا قبل عياني عنده التهاب وديته اموكسيسيلين، العيان المرة دي جانبه التهاب شديد جدا وتعبان تعب، او نتخيل انه الدواء ما اموكسيسيلين، نتخيل الدواء از انتي ابيليبتيك، يعني دواء مضاد للتشنج عشان الزول ما يتشنج كده واموره تكون كويسة. يعني ف بياخد العلاج ده وقاية من التشنج. طيب التعريف من ناحيه الديفينيشن انه الحاله اللي بيكون فيها الريت اوف ادمنستريشن يساوي الريت اوف اليمينيشن، يعني انت المعدل اللي بتديه نفس المعدل اللي بتطلعه، يعني بتاخد 100 وبتطلع 100، بتاخد 100 وبتطلع 100 وهكذا. طيب نرجع، جاني عيان لو قلنا تخيلنا الدواء اللي انا بقول فيه جبيل ده بنديك وقايه من التشنجات عشان الزول ما يحصل له تشنج، جاني عيان حاليا بيتشنج كونفولسين، بيجي سؤال انا لو قعدت اقول للعيان يا اخي اخذ لي مثلا فينيتوين كل 8 ساعات او كل 4 ساعات اكوردنج للهاف لايف لحد ما يصل للسيدي ستيت ويبدا الدواء يشتغل بصوره كويسه، ده زمن طويل انت لحد ما تصل للسيدي ستيت يبقى الموضوع از افكتيف، عشان كده لحد ما تصل انت الموضوع ده ممكن العيان يكون مات ولا بيزك فارماكولوجي ولا كلام فارغ، تمام. طيب ها الحل شنو؟ قالوا يا اخي نحن في عيانين بيكونوا يعني في critical situation and they cannot wait، يعني ما في طريقة انه الناس زي يستنوا لحد ما نحنا نصل للسيدي ستيت before or 5 half lives او 7 half lives، يعني لحد ما نتم 7 جرعات. عندكم حلول؟ قاموا عملوا حاجة بنسميها loading dose. فكرة loading dose لو الناس فيكم اللي يشتغل في المستشفيات بتكون لاقتهم، تمام، ايوه نديه دوز كبيرة، لكن الدوز كبيرة بتكون الجرعة الأولى بس. بيقول لك الفينايتون أدي لودينج دوز مثلا 1 جرام، بعد ذاك المينتنس 100 ملي جرام. فأنت دائما اللودينج دوز بتدي جرعة، أول جرعة بس بتكون عالية شديد وتاني جرعة بترجع طبيعي. تعالوا نرجع للعيان بتاعنا ده، يتخيلوا نحن أول جرعة نديه يعني تكون المينتنس دوز بتاعته 100 ملي جرام، يا هل قلناها قبل، لو كانت أول جرعة 200 ملي جرام
من الساعة صفر انت حتصل طوالي 200 مللي جرام. بعد 4 ساعات حتبقى كم؟ 100 مللي جرام، ما هاف لايف. يلا، هل الجرعة اللي بعدها حياخد 200؟ لا، ياخد 100. تمام، حيقوم اخذ 100، حيرجعها تاني 200، بعد 4 ساعات حيطلع 100، ترجع تاني 100، بلع 100، وصل التركيز 200. معناه نحن وصلنا للستيد ستيت طوالي. تمام، فلما تبدا انت في البدايه باللودنج دوز وبعد ذاك تواصل في المينتنس، فبعد ذاك انت كده حتكون يعني اولموست وصلت فيري ايرلي من الدوز الاولى ومن الدوز الثانيه، وصلت للستيد ستيت اللي هي وصلت للتركيز بتاع الدواء اللي انت دايره في البلط، واللي هو باي ديفينيشن بنقول الريت اوف اليمينيشن يساوي الريت اوف ادمنستريشن. واضح يا شباب؟ لو شفتوا الباوربوينت انا الجراف زي موجوده، ها شايفين هنا ده كان بالمينتنس دوز ماشي بالتدريج زي ما رسمنا. هنا اول ما بديت ليدونج دوز شايفين طوالي رفعنا البيشنت ده خدتناه في الستيدي ستيت بتاعته. هي طبعا ما شرط تكون دبل، الموضوع ده بعد ذاك فيه حسابات وفيه لكن احنا هنا وي ار تيكينج كونسبت، ممكن تكون اكثر من الدبل عادي، لكن هي از جاست اباوت ذا كونسبت لانه في اذر فاكتورز زي افكت. تمام، يلا هنا ده الدواء ده از فولوينج فيرست اوردر كاينتيك نت زيرو اوردر، عشان كده هو طلع لك كل مره 50%. غالبا معظم الدول اللي بيكون فيها لودنج دوز اي في اس. اول مره بس بعد ده بتدي اللودنج دوز، بعدك بتدي المينتنس دوز العاديه بتاعت الدواء. في الاكزامبل بتاعنا ده كانت 100 مللي جرام. والله الفكره انه نو نيد يا دكتوره هاجر، يعني انه انت تعمل يعني بتخاف من التوكسيسي وكده، في نفس الوقت بالمناسبه انت الدواء لما تكون الكونسنتريشن بتاعته ايفن اقل من الحاجه الريكوايرد هو برضه بيكون بدا يشتغل. تمام، لكن انت حاسس في ادويه كثيره بيقول لك يعني مثلا زول عنده سكري اخذ ميتفورمين، الميتفورمين ده بيقول لك والله الافكت بتاعه ما بيظهر تماما الا بعد اسابيع، بيظهر بعد كم يوم لكن الماكسيمم افكت بعد اسابيع عادي. في ادويه كثيره كده الموضوع ريليتد لكميه من الحاجات، منها الكونسنتريشن بتاعه في الدم، منها الليفل هو ذاته بيلعب وين، يعني لو في دواء بيلعب في الليفل اوف جينز ده بيظهر بعد فتره لانه هيعمل جين موديفيكيشن، لو في دواء مثلا بيلعب في الليفل اوف مثلا في ريسبتور برا عاديه ده بيشتغل سريع وهكذا. يعني الموضوع كومبليكيتد من ناحيه انه انت لو دارت توقع على اكزامبلز كده بادويه وكده، لكن هي از ا كونسبت ذيس از وات يو هاف تو نو. تمام، الفكره يعني بس لانه بياخذوا اعتبارات كثيره، يعني الدواء بيشتغل وين وبيحصل له ميتابوليزم كيف وطلع. المهم طيب تأخير الجرعة على حسب الدواء يا دكتور، يعني موضوع التايمينج مع الأدوية وكده ديبند اون ذا دراج، في أدوية بيفرق الموضوع لكن لو كان أنت الدواء أصله هو كريتيكال شديد بيفرق ديفينيتلي، ما حتكون بتاخده أورال. يعني معظم الأدوية الكونسنتريشن بتاعه از فيري تف ولازم أنت تكون مركز معاه وتكون بتاخده بإنفيوجن بامب، بيكون بياخده أي في بإنفيوجن وإيفن بإنفيوجن بامب، يعني ما ساي دي الأدوية الكريتيكال يعني، لكن الأورال دي غالبا ساعة وكده ما بتفرق يعني. اوكي يا شباب،
والله في أدوية طبعا بتتاخد جرعة واحدة بس، والفكرة انه انت الدواء ده لو وصل بس يعني لو بس شمومة ولو جسمك شافه، او لو يعني بس مطلوب منه يشتغل for one time that is enough. يس، لكن ما كثير الأدوية اللي بتكون جرعة واحدة دي. طيب نمشي للحتة اللي بعدها وخلاص، نحن كده خاشين في الفارماكو داينامكس. لما نقول pharmacodynamics is the action of the drug on the body، يعني الدواء بيعمل شنو يا شباب للجسم، تمام؟ وفي pharmacodynamics يعني الدواء ممكن يشتغل في ريسبتور، يعمل حاجة، في يعمل مشاكل، يعمل يحل مشاكل، we don't know. طيب قبل ما نخش في تفاصيل الفارماكوداينامكس او الاكشن اوف ذا دراج اون ذا بودي، اي دراج يا شباب عشان يشتغل في جسمك او نقول most of the drugs لازم يرتبطوا بريسبتورز. يعني اي دواء لازم يرتبط بريسبتور. طب هل في ادويه بتشتغل من غير ريسبتور؟ نعم، في ادويه الفانكشن بتاعتها اصلا ما بتكون يعني محتاجه انه هي تشتغل فيه. زي شنو مثلا؟ زول جانا في المستشفى وعنده حموضه اسيديتي، تمام، وجاي بيشكي من هارت بين حرقان. قمت انت طبعا لسه زول في سنة تانية في سنة تالتة وتبقى، المهم شفته امبارح في الاعلان انه والله يا اخي في الام بي سي في الجافيسكون ده انه في شراب بتشربه كده وبيقوم بيريح ليك البطن، حتى جايبين صورة نار والنار راحت وكده، واحساس جميل يعني. قمت كتبته للعيان، ديل بنسميهم انتسيد، يعني أدوية مضادة للحموضة. طيب هي مضادة للحموضة كيف؟ هل بتشتغل بميكانيزم معين؟ لا، في أدوية بتشتغل كالآتي، يعني هم عبارة عن قاعدة. الانتستين دي ما فيها حمض H، انت تقوم تجيب شنو؟ تجيب بيز ألمونيوم هيدروكسايد أو كالسيوم أو مغنيزيوم هيدروكسايد وكده، ولما تجيب بيز بيعملوا نيوتراليزيشن، بيطفوا بعض. هل هنا في ريسبتر في الموضوع؟ ما في ريسبتر في الموضوع، بس بيعمل لك نيوتراليزيشن، بيخفف الاسيديتي وخلاص لا تزيد. فالفكره انه في some drugs they are not acting through receptor، لكن this is يعني this is ما كثيره يعني، تمام. الكومون سيناريوز انه نحن we have drugs that are interacting with receptors. طيب نجي نشوف التايبس اوف ريسبتورز، وانا ما هشرحها طبعا لانه شرحناها في البايوكيمستري، والناس اللي ما حضروا معانا بايوكيمستري ذكروني بس اقوم ارسل لكم المحاضره، تمام. قسمنا الريسبتر ل 4 ميجر تايبس اوف ريسبتر، تمام. الكهرباء قطعت لكن كويس الدنيا نهار يعني. فقسمناه ل 4 ميجر تايبس اوف ريسبتورز، وعندنا كده خلوكم معي شويه شويه. دقايق يا شباب خليكم معي.
طيب نواصل. انا طبعا الفترة اللي فاتت دي ما عندي الجنريتر، لكن انفورشنتلي فيه مشكلة من امبارح، ومن اول امبارح كان شغال لحد اول امبارح. المهم يعني ما فضيت انه امشي اصلحه. طيب ال نواصل كده، نواصل في الجزئية دي. فدي الفارماكوديناميك زي ما قلنا عندنا ال types of receptors، تمام. طيب نيجي نشوف ال types of receptors، او ال يعني الحاصل شنو. اي دواء زي ما قلنا معظم الادوية they have to work in receptors، تمام. طيب انواع الريسبتر شنو عندنا؟ اول حاجة ليجند، ليجند جيتد ايون شانلز، دي قلنا عبارة عن ريسبتورز لما نيجي يرتبط بها مرتبط ليجند بتقوم بتفتح البوابة، تمام. بتفتح البوابة، وبعد ما تفتح البوابة بيقوم بيخش ايون او يطلع ايون او واتيفر، يخش صوديوم يطلع بوتاسيوم واتيفر يعني. طيب الثانية بنسميها جي بروتين كابلد ريسبتورز، والجي بروتين كابلد ريسبتورز دي مثلا فور اكزامبل اللي هي الجي بروتين اللي تكلمنا عنها، يعني اللي فيها السايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي والكلام زي ده والسايكليك. المهم يعني الثالثة هي عندنا ليجند جيتد ايون شانلز وجي بروتين كابلد ريسبتورز. الثالثة ريسبتورز with intrinsic enzyme activity. كويس الكهرباء جات، تمام. receptors with intrinsic enzyme activity this is the fourth this is the third time، تمام. ودي قلنا زي شنو؟ تكون الريسبتر كالآتي، يجي يشتغل حاجة من برا طوالي في انزيم جوا بيحصل له activation. النوع الرابع intracellular receptor، حاجة تكون جوا يعني تدي الدواء مثلا، الدواء يخش directly into the cell ويشتغل جوا. ودائما هنا ده لازم الدواء يكون lipid soluble يا شباب عشان يشتغل في intracellular receptors، تمام. ف that is about the types of receptors. اتشرحت تماما في محاضرة كاملة في البايوكيمستري زمان، وقلت لكم هي جزء منها يعني المحاضرة دي مهمة، او اظن ليه برضه اخذتها في الفسيولوجي، يعني فيسيولوجي وبايوكيمستري ويعني كده، فحنمشي منها طوالي. ها في سؤال في نقطة معينة فيها ولا حاجة انا ممكن اجاوبه، otherwise we have to go. ايوه ممتازين يا شباب. نو ما يعني ما يعني في بعض الحاجات ما شرط انت تعرف اي دواء بيشتغل كيف، انت هتعرف الميكانيزم اوف اكشن وذات از انف يعني الكلام بيكون سموث ان شاء الله لقدام. طيب
نبدأ يا شباب إن شاء الله في الفارماكو داينامكس. تمام، عندنا تيمز مهمة جدا ومصطلحات مهمة جدا لازم نكون عارفينها في الفارماكو داينامكس. أول حاجة لما نقول يا أخي الدواء ده، يعني أنت عندك مثلا دراج الشكل التالي، أنت هل بتصنع دواء كده اعتباطا؟ لا، انت غالبا عندك حاجه في الجسم وداير تموديوليت. يعني مثلا نقول زول عنده هارت فيلير، ونحن عارفين انه الهارت فيلير ده بيكون كميه الفلويد في جسمه كبيره، فبيكون دايرين نطلع الفلويد دي برا. تمام، عشان تطلع الفلويد دي برا في حلول، واحده منها انه ندي دواء يطلع اليورين برا، بنسميه الدايوريتكس. بيقوم الدايوريتك ده بيمشي بيقفل ريسبتورز معينه في الكدني وكده عشان الحاجات كلها تطلع برا. تمام، فالفكره الدائرة اقول انه دائما اي دواء نحن نديه للزول او بنستخدمه لمرض معين لازم نكون عارفين الفيسيولوجي اوف ذا ديزيز. تمام، عشان انت بعد ذاك يا تكفل يا تفتح. فنحن عندنا ديفرنت تايب اوف ريسبتورز. ناخد اكزامبل لزول عنده براديكارديا، الهارت ريت بتاعه 20 بس، زول الهارت ريت بتاعه فيري لو، دايرين نحن شنو نزيد الهارت ريت. قمنا سالنا ناس الفيسيولوجي، قلنا لهم شنو الحاجه اللي ممكن تزيد لنا الهارت ريت في الفيسيولوجي؟ قالوا لنا والله بيجي السيمباثيتيك عبر النيورو ترانسميتر بتاعه اللي هو الادرينالين والابينفرين، بيشتغل في الريسبتورز بتاعت الهارت اسمها بيتا 1، كلام ده هناخده في الاوتونومي، بيزيد لك الهارت ريت. فنحن في الفيسيولوجي عارفين تماما انه السيمباثيتك بيزيد الهارت ريت. طيب انت تقوم في الفارماكولوجي بعد ما قريت كلام ناس الفيسيولوجي ده حتعمل شنو؟ تمشي تقول لهم طيب هو بيشتغل في هاتو ريسبتور، يقول لك والله في بيتا 1. طيب انت تقوم تدي الزول دواء من برا ويمشي ينزل لك طوالي في البيتا 1 يشتغل فيها اون، هتقوم البيتا 1 خلاص اشتغلت بغض، يعني الدواء ده حيكون زي الابينفرين بالنسبه ليها، اشتغلت طوالي حتعمل افكت اللي هو زياده الهارت ريت، والعيان الهارت ريت بتاعه يبقى مثلا 70 كده. انت عرفت المشكله. طيب السيناريو الثاني انه البيشنت الهارت ريت بتاعه 200، في حاله زي دي انت داير النورمال هارت ريت من 60 ل 100، في حاله زي دي انت داير تقلل الهارت ريت. تمام، يعني نحن دايرين نقلل الهارت ريت. طب بنقوم نمشي نسال ناس الفيسيولوجي، نقول لهم يا اخي دايرين نقلل الهارت ريت، انتوا اللي حاصل شنو؟ يقول لك والله الهارت ريت ده غالبا زايده الابينفرين جوا. هتقوم المره دي تعمل العكس تماما، تعمل شنو؟ ما انت اصلا في ابينفرين جوا الهارت ريت زايد، تقوم تجيب دواء لو كانت دي الريسبتور بالشكل التالي، تجيب دواء يكفي للريسبتر. فنحن عندنا تو سيناريوز هنا، يا اما دواء يفتح في الريسبتر ويشتغل فيها زي كانه اندوجينس سبستان، او دواء يكفي الريسبتر. اللي بيشتغل فيها ده بنسميه اجونيست، واللي بيكفي له بنسميه شنو؟ بنسميه انتاجونيست. تمام، فدي حاجة مهمة جدا يا شباب انه نفهم يعني شنو اجونيست ويعني شنو انتاجونيست. اجونيست انت بترتبط وبتعمل ريسبونس زي الحاجة الداخل، يعني زي الابينفرين في جسمك وكده. يعني انتاجونيست بيقدر يتكفي للريسبتور لانه انت ما داير الريسبونس، في الاجونيست لا انا داير الافكت. تمام، فعندنا كلمة اجونيست وانتاجونيست are very important. طبعا فيهم انواع، يعني الاجونيست ده ممكن يكون اجونيست فول، ممكن يكون بارشيال على حسب. الانتاجونيست ده عنده انواع كومبيتيتيف نان كومبيتيتيف، المهم الكلام ده بيجينا لي بعدين، فبس نعرف حسي يعني شنو اجونيست يعني شنو انتاجونيست. الكلام ده واضح يا شباب؟ في سؤال لحد هنا؟ طيب نجي نشوف الحتة اللي بعد اللي هي potency و efficacy.
كلام طبعا زمان برضو شرحناه في البايو، حتة الكي ام والفي ماكس وكده، والكلام ده is very very important، هيجينا فيه كيرفز كتيرة وكده. طيب لما نقول efficacy يعني شنو؟ efficacy يعني فعالية، تمام، أو يعني قدرة على الفعل. لو أنا كان عندي القلم ده، تمام، تخيلوا انه القلم ده زي الباب. انا بشوف افضل سيناريو دايما بضرب به اكزامبل للموضوع ده الباب. تخيلوا ده باب، طبعا اي باب فاتح بيكون كده قافل وكده فاتح، كده closed. لما نمشي كده ده بيفتح open لحد ما يدق في الحيطة. طيب نشوف هيحصل شنو، او what do we mean by this. يعني عندي two drugs، drug A مطلوب منه انه يفتح الباب بالكامل، فقمنا ادينا الدواء الاول، جاب يده حرك الباب تماما فتحه للاخر، تمام، يعني drug A ده فتح الباب كله للاخر. جبنا تاني درج بي، درج بي برضو فتح الباب للآخر. طيب انت لما تفتح الباب للآخر، هل ممكن الباب ده يتفتح اكتر من كده؟ يعني في باب مفتوح لآخر حاجة، هل ممكن يفتح اكتر من كده؟ مستحيل، تمام. يعني هل في زول بيمشي يوم لناس بيلقى باب مفتوح وفي زول بيحاول يفتحه؟ طوالي معناه الزول ده سايكاتريك، صح؟ او سايكوتيك. طيب معناه انت هنا وصلت للماكسيمم افكت، nothing behind، ده معناه انت وصلت لحاجه بنسميها 100% افكت، دي اللي بنسميها الافيكاسي. يعني الدواء A والدواء B الاثنين عندهم ماكسيمم افيكاسي، الاثنين قدروا يفتحوا الباب للآخر. طيب هل في فروقات تانية بيناتهم؟ نعم، نجي نشوف لفتحة الباب ذاته. ده الدواء الأول، الدواء الأول فتح الباب بأصبعه بس، تمام، درج A فتح الباب ب one finger بس، فتح الباب كله. درج B جاب 5 finger وخمسة تانية، ده اللي بيجوا كم؟ 10. بيقول العشرة ديل كلهم شغالين كده بصعوبة، المهم في النهاية فتحوا الباب. فحنفهم شنو؟ انه درج A ب one finger عمل maximum effect، ودرج B برضو عمل maximum effect لكن احتاج 10 fingers. طيب نرجع، الاثنين فتحوا الباب للاخر والاثنين عندهم the same efficacy، لكن بقى الموضوع is related للpotency. الثيرابيوتيك اندكس ما عنده علاقه يا دكتور عمر، الكلام ده كي ام والبوتنسي كلام كنا قلناه في البايو. ف الحاصل شنو هنا؟ انت في البوتنسي او الدراج A ده ب 1 finger ودراج B يحتاج 10 finger. انا بفهم شنو؟ بفهم انه درج ايه ده باصبع واحد قدر يعمل الفول افكت، معناه انا اتوقع انه والله درج ايه ده اول شيء علاقته بالباب طيبه، يعني جا قال له يا باب كده ساعدني معاك وكده. الحميميه اللي بيناتهم دي احنا ممكن نسميها بمصطلح كده، نقول له والله الافينيتي. كل ما انت كنت بسمول دوز بتعمل افكت، كل ما كان معناها الرابط بيناتكم ممتاز، تمام، وفي افينيتي بيناتكم. يعني انا باصبع واحد والله عملت اي حاجه، لكن درج بي ده جا الاصبع الاول ما قدر يعمل، الثاني الا جو 10 حنسوا وما عارف وقعدوا معاه ولزك وما رزك وما عارف وحنسوا هناي، بعد ده قدروا يعملوا افكت. كونه تجيب 10 عشان يقنعوك ويحنسوك معناها ما علاقتكم ما كويسه، لكن جازفتوها كده، تمام. فمعناها انتوا الافينيتي هنا ده از لو، فكل ما انت احتجت لهاي دوز معناها الافينيتي بتاعتكم is low affinity، ومعناها بنقول انت you are not potent او البوتنسي بتاعتك اقل. ف
فوات از بوتنسي؟ كل ما كنت انا بعدد بسيط بقدر اعمل فول افكت، معناه عندي هاي افينيتي، معناه انا امبوتنت، مقنع تماما، بقدر اعمل باقل دوز. لكن كل ما نحن احتجنا لجرعه كبيره عشان نعمل افكت، معناه والله الافينيتي بسيطه، نحن ما مقنعين وما قادرين نشتغل كويس، فالبوتنسي بتاعتنا بسيطه. الريسبكتيف انه في النهايه نحن الافكت في النهايه بنصل، لكن this is the difference in potency and efficacy. طيب نجي نشوف دراج اي نرسم له كيرف، ودي الدوزز 1 ملي جرام 2 3 4 5، بتلقى انه دراج اي بسمول دوز وصل الفول افكت، لكن دراج بي احتاج ل هاي دوز عشان يعمل، يعني ده عمل فول افكت وده عمل الاثنين وصلوا هنا، لكن ده حتلقى انه الدوز هنا بين 1 و2، لكن هنا الدوز احتجت 4 to 5 عشان تعمل افكت. تمام، ف this is about the efficacy and potency. كده قال لك قارن، بتقول والله دراج اي اند دراج بي has the same efficacy، عندهم نفس الافيكاسي لانهم في النهايه بيصلوا للماكسيمم، لكن which one is more potent؟ بتقول والله يا اخي the more potent is drug A، لانه انا بسمول دوز زي ما شايفين هنا 1 to 2 جرام عملت فول افكت، لكن احتجت جرعه اعلى، فكل ما انت كنت more to the left يعني جرعه اقل، كل ما كانت البوتنسي بتاعتك والافينيتي افضل. لحد هنا فاهمين؟ طيب نقول اللي بعده، قاموا جابوا عملوا مصطلحات عشان تسهل الموضوع ده. بالنسبه للإفيكاسي او الماكسيمم افكت، قاموا عملوا حاجه بنسميها الفي ماكس. طيب لو عندك الدواء الاول ده A، الماكسيمم افكت بتاعه 100%، تقول الفي ماكس از 100. طيب تخيلوا في دواء تاني جاي يفتح الباب، قام وصل لحد هنا ووقف، قمنا زدنا 2 3 4 5 6، يعني انت ستيل بتزيد في الدوز لكن القلم ما قادر يتحرك، انفورشنتلي ما بتقدر تفتح الباب اكتر من كده، الباب حصل له لوك، معناه الدواء ده الافيكاسي بتاعته واصله بس 50%. فلما تلقى في الكيرف دواء اقل من يعني في المستوى تحت، معناه بنقول الدواء ده الافيكاسي بتاعته اقل، عشان كده ممكن يكون نقول ده دراج سي مثلا، نقول دراج اي الفي ماكس 100، دراج سي الفي ماكس بتاعته مثلا 50%، حتى لو زدت الدوز 2 3 4 ستيل هو حتلقاه شنو ما طلع من ال 50. خلاص هعيدها بعدين يا دكتور الاجونستي. فده كلمه في ماكس، لما نقول في ماكس هو الماكسيمم افكت، تمام، وهو ما عنده علاقه بالبوتنسي، يعني ما عنده علاقه بالكيم، الحاجه اتكلم عنها بعدين. ففي دواء انت سؤالك هل الدواء ده بيفتح الباب للاخر ولا لا، بغض النظر عن بيحتاج كم، بيفتحه للاخر تقول الفي ماكس 100%، بيفتح نصه تقول 50%، بيفتح ثلاث ارباع 75 وهكذا. نمشي للنقطه اللي بعدها اللي هي حته البوتنسي دي، احنا دايرين نفهمها. طيب قالوا يا اخي احنا دايرين عشان ارقام بس نقارن بها بين الادويه، عشان ما ممكن اي دواء نرسم له كيرف ونشوفه كده نقول انت عملت كم كده. قاموا جابوا مصطلح قالوا نحن نشوف اي دواء، تمام، تعالوا ناخذ دراج اي ده ودراج بي الاخضر والاسود، تشوف الماكسيمم افكت كم 100، ده الاثنين 100%. طيب نصها كم 50. شوف انت عشان تعمل نص الافكت ده احتجت كم من الدوز، هنا والله لقينا انه نحن محتاجين كم، محتاجين 1 ملي جرام. تعالوا نشوف الدواء الثاني دراج بي، بي ده الماكسيمم افكت برضه 100، نصها 50،
عشان نعمل الفيفتي احتاجنا 4 ملي جرام. قاموا دي سموها KM. So what is KM? KM هي الدوز اللي انت بتحتاجها عشان تعمل شنو يا شباب؟ عشان تعمل النص الإفكت. وكل ما كان الKM بسيط كل ما قل الKM معناها البوتنسي زايدة. يعني دو الKM بتاعه 1 ملي جرام معناها انا ب 1 ملي جرام بعمل 50% of the effect. لكن الدواء ده تاني بيحتاج 4 ملي جرام عشان يعمل 50% of the effect. في دواء تالت بيحتاج 20 ملي جرام عشان يعمل 50. كل ما الKM قلت كل ما البوتنسي بتاعي زايد. تمام؟ يعني كل ما قلت الKM كل ما معناه انا more potent with more affinity. لانه كل ما قلت الKM معناه انا والله بسمول دوز بعمل 50% of the effect and then 100% of the effect. فدي يعني شنو KM ويعني شنو Vmax. واضح لحد هنا؟ ويعني شنو efficacy ويعني شنو potency. طيب عينوا الكيرف ده هنا drug A ودrug B which is more potent. drug A is more potent. تمام؟ لأنه to the left معناها بيحتاج جرعة أقل. طيب drug A ودrug B برضو drug A is more potent لكن they have the same efficacy. يعني في النهاية الاثنين بيصلوا فوق وديل برضو الاثنين بيصلوا فوق. فأنت كده two drugs الاثنين ديل يا شباب الاثنين عندهم يعني the same efficacy ممكن نقول لكن الاختلاف وين في ال potency. طيب عينوا للدواء ده drug A و B هنا they have the same efficacy لانه الاثنين وصلوا 100% لكن drug C ال efficacy بتاعته اقل منهم كلهم لانه في النهاية ما واصل فوق يعني 50% ممكن نقول. طيب هل في علاقة في ال potency؟ ممكن نقارن drug A و B which is more potent drug A drug B و C which is more potent. يعني انت لما تحسب الكيم بتقدر تقارن ايفن بين ادويه الافيكاسي بتاعها مختلف بس بتشوف 50% من الماكسيمم افكت. هنا مثلا نزلك في 8 هنا نزلك في 4 معناها بيقول دراج بي از مور بوتنت ذان دراج سي ودراج اي از مور بوتنت ذان دراج بي اند دراج سي وهكذا. فكل ما كنت تو ذا ليفت معناها الدوزز اقل وكده. نبدا نفس الكلام اللي شرحناه قبل شويه ناخذ بريك ونرجع لهدة الاجونيست نبدا نفصل فيها ونقول يعني شنو فول اجونيست يعني شنو بارشيال اجونيست وكذا. في سؤال لحد هنا؟ اني كويستشن يا شباب؟ الليلة سلمى ما شاء الله يعني طيب ناخذ بريك ربع ساعة ونعود. ها يلا